ايه طبيعه العلاقه اللي جمعت لبنى عبد العزيز بجمال عبد الناصر؟ لبنى كانت من اشهر البنات في مصر ساعتها، بنت جميله مثقفه خريجه الجامعه الامريكيه، وعبد الناصر لما راح الجامعه الامريكيه طلب ان لبنى عبد العزيز هي اللي تقدمه. لكن العلاقه الطيبه دي للاسف ما استمرتش كتير بعد جواز لبنى عبد العزيز من الدكتور اسماعيل بروده. هجرت معاه لامريكا لان نظام عبد الناصر ساعتها كان مضايق عليه الخناق جدا بسبب ارائه السياسيه، وفضلت عايشه في امريكا 30 سنه. بالمناسبه الرئيس الراحل انور السادات هو كمان كان معجب جدا بلبنى عبد العزيز، ده سمى بنته على اسمها، لان اسم لبنى ده اصلا كان اسم مش منتشر في مصر وقتها، كان حاجه نادره يعني، لدرجه ان الناس كتير كانت بتقول بدل لبنى لبانه.